من هو الذي مصيبته أعظم من مصيبة إبليس؟ هو تارك الصلاة، فإبليس رفض السجود لآدم، أما تارك الصلاة فيرفض السجود لرب آدم. ومن هو جليس الشيطان؟ هو آكل الربا. ومن هو صديق الشيطان؟ هو الزاني. ومن هو ضجيعه؟ هو شارب الخمر. ومن هو رسول الشيطان؟ هو الساحر. وما هي قرة عين الشيطان؟ الحلف بالطلاق. ومن هو حبيب الشيطان؟ هو تارك صلاة الجمعة. وما هو الشيء الذي يكسر ظهر الشيطان؟ صهيل الخيل في سبيل الله. وما هو الشيء الذي يخزي وجه الشيطان؟ هي صدقة السر. وما هو الشيء الذي يطمس عيني الشيطان؟ هي صلاة الفجر. وكيف يأكل الشيطان؟ يأكل الشيطان ويشرب بشماله. ومتى يتقيأ الشيطان؟ إذا نسي الإنسان أن يسمي الله على الطعام وقال في وسط الطعام أو في آخره بسم الله في أوله وفي آخره، تقيأ الشيطان ما أكله.